السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحظى باستقبال رسمي بالديوان الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين. ومحادثات ثنائية وموسعة حول تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في عديد القضايا. رئيس الجمهورية يؤدي الصلاة في الروضة الشريفة بالحرم النبوي ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وزير الصحة يؤكد استقرار الحالة الصحية للرعية الإيطالي المصاب بفيروس كورونا ورقم أخضر 30-30 للإجابة عن استفسارات المواطنين. انطلاق فعاليات البرايم الأول للبرنامج التربوي بين الثانويات تعزيزا للتنافسية العلمية وترقية لمعارف التلاميذ. أهلا بكم. نستهل نشرتنا بالتعاون الجزائري السعودي، حيث حظي اليوم بالرياض رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال رسمي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقد أقيمت لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مراسم استقبال رسمية بالديوان الملكي. وبعد الاستماع للناشدين الوطنيين لكلا البلدين تبادل السيد الرئيس التحية مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
وفي محادثات موسعة بحث اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحث سبل ترقية علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عديد القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. المحادثات حضرها وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم ومسؤولون سامون بالمملكة العربية السعودية، ليتحدث بعدها على انفراد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون غادر بعد ذلك العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى المدينة المنورة. وفي هذه الصور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يصل المدينة المنورة. وبالحرم النبوي الشريف أدى رئيس الجمهورية الصلاة في الروضة الشريفة، كما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وقد انهى مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارة الدولة إلى المملكة العربية السعودية، حيث غادر المدينة المنورة عائدا إلى أرض الوطن. وصلنا معك بعض الذكريات البسيطة من المدينة. شكرا لك. قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تغريدة له عبر الحساب الرسمي على تويتر
التعازي الخالصة للملك والشعب السعودي الشقيق إثر وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. وجاء في تغريدة السيد الرئيس: وأنا بأرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بلغني نبأ وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وإثر هذا المصاب الجلل تقدم بتعازي الأخوية باسمي وباسم الشعب الجزائري لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وكل الأسرة الكريمة للمرحوم وكافة الشعب السعودي الشقيقة. إن لله وإن إليه راجعون. وفي تغريدة أخرى أعرب رئيس الجمهورية عن سروره وشكره لجاليتنا بالمملكة العربية السعودية. وجاء في تغريدة السيد الرئيس: لقد تلقيت بسرور رسالة من جاليتنا في المملكة العربية السعودية، أنا شاكر للكلمات الطيبة تجاهي وتجاه وطنهم، وأتمنى لهم ولذويهم كل الخير وإقامتهم بين إخوانهم في المملكة العربية السعودية. شكرا لكم مجددا. أطلقت اليوم رئاسة الجمهورية صفحة رسمية على موقع الفيسبوك باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية بهدف دعم التواصل المستمر والفعال مع المواطنين. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، أوعز الوزير الأول إلى كل الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير المعمول بها طبقا لتوصية المنظمة العالمية للصحة قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورونا وانتشاره. وفي هذا الإطار تم الشروع في تنفيذ جملة من الإجراءات، من بينها تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وعلى مستوى نقاط الدخول البحرية والجوية، تعيين مصالح ومستشفيات مرجعية للتكفل بكل الحالات المشبوهة، التكفل الطبي بكل الحالات القادمة من البلدان التي انتشر فيها الوباء، تنصيب خلية يقظة واستماع واعتماد رقم أخضر 3030 على مستوى وزارة الصحة موجه للإجابة عن استفسارات وانشغالات المواطنين. وتتشكل هذه الخلية من أطباء ومختصين في الأمراض المعدية. مواصلة توفير كل المستلزمات والمواد الصيدلانية الضرورية للتكفل بكل الحالات المشبوهة، والرفع من مستوى مخزون المواد الصيدلانية لا سيما مستلزمات الوقاية والحماية مثل الكمامات الواقية. إسداء تعليمات للمنتجين المحليين لهذه المواد برفع طاقات إنتاجهم تحسبا لتلبية الاحتياجات الإضافية. إعداد استراتيجية واضحة لتوزيع وتوفير وسائل الحماية والوقاية عند الحاجة. وضع نظام مراقبة لمكافحة كل أشكال المضاربة بخصوص هذه المواد بالتنسيق مع مصالح الجمارك والتجارة والصحة. كذلك إلزام وزارة الصحة بإصدار بيان يومي حول تطور وضعية هذا الوباء في بلادنا، وإذ تحث الحكومة مختلف وسائل الإعلام للتحلي بالمهنية وتوخي الحذر في نقل المعلومة مع التأكد من صحتها لدى الجهات الرسمية. تدعو كذلك المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد الحماية والوقاية العادية التي يصيبها المختصون في مثل هكذا حالات. في الانشغال الصحي، إذا أكد اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد في حوار خاص للتلفزيون الجزائري، أكد تجنّد جميع القطاعات وتوفير كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار هذا الفيروس. كما أكد بن بوزيد أن الحالة الصحية للرعية الإيطالي المصاب بالفيروس جيدة. حالته الصحية جيدة حاليا، جيدة. حتى العمال اللي معاه كلهم في حاله لا باس بهم، هما ثاني معزولين في حاله حجر بنفس الشيء. وعملنا بحثنا على الطائره واللي كل الاشخاص اللي نقلتهم الطائره، كل اللي مشاو معاه في من الطائره للفندق وفي الفندق وفي حاسي مسعود، كلهم بالتنسيق مع الامن مع مصالح اخرى. وكاين اللي هما اشخاص وحدهم طلبوا وراحوا المستشفيات، قال كنا مع الايطالي استقبلوا وعملوا لهم تحاليل وما كان حتى واحد مشوه بهذا الوباء، الحمد لله. وان شاء الله ما تكونش عندنا مشكل، لان خذينا كل الاجراءات، كل القطاعات الصحيه في الوطن كلها راهي مجنده، كلهم عالمين بهذا الخطر.
اللقاء تتابعونه كاملا عقب النشر على القناة الأرضية. هذا وقد وضع الرقم الأخضر 3030 تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي احتمال إصابة بالفيروس. سيام كنوش. الوقاية مدام، دونك الوقاية لازم ما تكونوش على قرابة مع إنسان دار ان فواياج في واحد من البلدان هذوما اللي فيهم المرض. داكوغ، لازم تفادي التلمول، التلمس بالأيدي. 30-30 رقم أخضر وضعته وزارة الصحة تحت تصرف المواطنين الراغبين في الاتصال بخليتها الموجودة بمقر اتصالات الجزائر للإجابة عن مختلف تساؤلاتكم حول فيروس الكورونا. بارح يعني كان عندنا يعني لين سبيسيال نيميرو فير 30-30 كان موضوع يعني في وزارة الصحة، ولكن باكتظاظ يعني المكالمات على المواطنين كنا يعني ملزمين باش نديروا هذا الرقم الأخضر هذا على مستوى هذا المركز تاع اتصالات الجزائر. أطباء يردون على اتصالاتكم يعملون بنظام المداومة 24 ساعة على 24. ورانا هنا يعني فيما يخص هذا المرض، ما هو الكورونا فيروس، ما هو الخطر تاع انتشاره في الجزائر، يعني فيه عدة أسئلة المواطن يعني طرحها من خلال المكالمات نتاعو. صحة المواطن رأس مال لا يستهان به، والوقاية خير من ألف علاج. هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلغاء رحلاتها نحو البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا. ويأتي هذا الإجراء الوقائي إثر توصية وجهتها السلطات السعودية التي قررت تعليق الدخول إلى المملكة لأداء مناسك العمرة بشكل مؤقت بهدف الوقاية ومنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة وانتشاره. وأكد الناطق باسم الشركة أن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين في إعادة فتح أراضيهم للمعتمرين، مشيرا إلى أن الشركة أعدت مخطط لإعادة المعتمرين الجزائريين إلى الوطن حفاظا على صحتهم. ومن جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي بن بحمد إعداد استراتيجية وطنية لضمان توزيع الكمامات الواقية. قمنا الأمس بتنظيم اجتماع مع المنتجين المحليين، منتجين الكمامات لماسك لمواجهة الوباء هذا تاع كورونا فيروس، وخاصة تكلمنا على معرفة مستوى المخزون المتوفر حاليا، إعداد استراتيجية واضحة لتوزيع هذه المواد. لازم المواد هذو كل الإنتاج يروح لابيسياش في الميدان. شفنا كاين دي سبيكولاسيون على هاد الكمامات هذو، وكاين تصدير غير قانوني دي ليكسبورطاسيون نو ريغلومونتير. وحنا هاد الكمامات هادو لي ماسك لازم نخليوهم يعني الى تكون اون ايبيديمي دون ان ولايه بريسيز. برلمانيا استأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، وخصصت لطرح أسئلة شفوية تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العدل والشباب والرياضة، الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا السكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية. احتضنت ولاية سيدي بالعباس يوما دراسيا حول دور المحامي في تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين. اليوم الدراسي الذي بادرت به منظمة المحامين بالولاية وحضره رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش تناول أساسا سبل تمكين المحامين من تفعيل هذه الآلية بما يكفل الحقوق والحريات. تمكين من الدستور يسمح لكل متقاضي أن يدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي مآل النزاع عند مثوله أمام أي محكمة مدنية أو جزائية أو إدارية. وهذا اليوم ثاني دراسي يندرج حول كذلك مفهوم الحقوق والحريات اللي ربما تتماشى مع مراجعة الدستور لأمر بها رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون. في الشأن التربوي وفي إطار رزنامة لقاءاتها مع النقابات، نظمت اليوم وزارة التربية الوطنية لقاء مع النقابة الوطنية لعمال القطاع تم خلاله التطرق إلى الانشغالات ذات الطابع التربوي البيداغوجي والاجتماعي المهني.
تنطلق اليوم منافسة والبرنامج التربوي الإذاعي بين الثانويات بين منتخبي ميلا وأشبال الأمة لصيف. البرنامج الذي يعد ثمرة توأمة بين التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية بمشاركة وزارة التربية الوطنية سيبث على الجزائرية الثالثة. وللمزيد نربط والاتصال مباشرة من النادي الثقافي للإذاعة الوطنية عيسى مسعودي، حيث تتواجد زميلة فتحية بالعالية لتغطية فعاليات البرايم الأول من المنافسة. فتحية، إذا ضعينا في صورة الحدث. إذن أهلا سهام، كما قلت اليوم سنشهد عودة برنامج بين ثانويات إلى أحضان التلفزيون الجزائري بعد 20 سنة غياب، وذلك من خلال توأمة بين التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية وبالتنسيق مع الشريك الأساسي هو وزارة التربية الوطنية. إذن اليوم ستنطلق فعاليات البرايم الأول على المباشر، وستنقل التلفزيون الجزائري على قناة الثالثة تمام الساعة 9، يعني انطلاق البرنامج في البرايم الأول الذي سيشارك فيه المتأهلين عن الدور الأول كما ذكرت مدرسة أشبال الأمة لصيف ومنتخب ميلا. إذن أذكر كذلك أن الدور الثاني شهد منافسة 27، يعني 27 مقابلة تأهل منها 8 منتخبات، إذا متأهلين يعني للدور النصف نهائي. هناك 7 برايمات سيتم تنظيمها على المباشر كل يوم خميس، سيتم نقلها على المباشر قلت على الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري، فيما سيتم تنظيم النهائي يوم 16 أفريل كما يعني تقول مصادرنا، وهو المصادف للاحتفال باليوم الوطني اليوم العلم. إذا الهدف الأساسي من هذا من تنظيم هذا المبادرة، يعني هذا يعني بين ثانويات هذا البرنامج هو المرافقة البيداغوجية أقول للمتمدرسين المقبلين على نعم فتحية، وهو كذلك إذن حظ موفق للجميع في البرايم الأول من برنامج بين الثانويات. أشرف اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عمري بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالحراش على اختتام ورشات العمل الخاصة باستعمال الطاقة المتجددة في مجال الزراعة والتنمية الريفية، حيث أكد أن إدماج الطاقة المتجددة في الفلاحة يضمن الانتقال إلى فلاحة عصرية. كما زار عمري الأجنحة الخاصة بالمشاريع والأبحاث في الطاقات المتجددة واستمع إلى التطورات التي يعرفها هذا المجال. ولما نقول عصرنة قطاع الفلاحة هو عصرنة أنظمة الإنتاج، وعصرنة أنظمة الإنتاج هو إدخال جميع منتجات البحوث العلمية والتكوين واستعمال جميع الإبداعات العلمية والتقنية والتطبيقات. وهذا اليوم إن شاء الله هو يعني بوابة لأجل تفعيل جميع إمكانيات في الطاقات المتجددة. هذا لقاء وطني أردناه لأجل حصر جميع المكاسب اللي عدنا على مستوى البحثي في القطاعات البحث العلمي وعلى مستوى التطبيقات اللي متاحة الآن. أشرف اليوم وزير الموارد المائية براقي أرزقي على أشغال يوم إعلامي حول ترقية الإنتاج الوطني لمواد وتجهيزات الري، حيث أعلن بالمناسبة عن منح الأفضلية للمنتوج الوطني المتعلق بمواد وتجهيزات الري في الصفقات العمومية ومنع استيراد تلك المنتجة محليا. اليوم كانت فرصة باش يكون هو لقاء مع كل منتجين على المستوى الوطني فيما يخص المواد أو فيما يخص تجهيزات الري كالمضخات وكصمامات، وفرصة كذلك باش نأكدوا على ضرورة مراقبة الجودة على المستوى الإنتاج على المستوى الأشغال. وأحد أكبر المحيطات الفلاحية عبر الوطن بسهل العبادلة ببشار يطرح انشغال المياه والتجهيزات مما أعاق النشاط الفلاحي بالمنطقة، تقول رشيدة بن عياد.
نحن هنا بدائرة العبادلة بولاية بشار، وبالتحديد بلدية مشرع هواري بومدين، منطقة فلاحية ورعوية بامتياز. هنا الكل يرفع شعار الأرض لمن يخدمها، لكن المفاجأة المئات من الهكتارات وزعت على الشباب منذ سنة 2004، وما يفوق 16 سنة لم تستغل هذه الأراضي الفلاحية. حوالي 366 شخص راه مستفاد من هذه الأراضي من عام 2004. السلطات ولا اللجان الولائيه اللي زارت هذه المنطقه، الكلام والوعود بلا افعال. الجبال راه نخله ولا زيتونه غير سنديد نوبها، وراه الماء خاص نلحق لي المانا. واش تعطيني انت ارض تعطيها لي؟ قلت لها نجيب شجره. قلت لها واش درك 16 عام ما تلحقاش نقطه نتاع الماء، وهو جاه مشروع نتاع 250 مليار الآن ما كان مشكل مياه السقي أوقف حال هؤلاء الشباب لعدة سنوات، والحلول إن وجدت كانت في وصول المياه للقلة القليلة، فأين يكمل الخلل يا ترى؟ كاين بعض الفلايح اللي راه ضايع فيهم الماء في الفرسيق. كنا طلبنا من المسؤول باش يدير يجي يدير معنا محضر، ما جاش. بعثنا له الرابور الاول، وبعثنا له الرابور الزوج، وبعثنا له الرابور الثالث، وما تصنتش لنا. رجعنا النظام القديم، النظام الغمر بهكتارين وثلاث هكتارات، معناها لازم نعاودوا نصلحوا كل ما افسدت المؤسسه نتاع الانتراك في 94. وبما لذلك يعني خصت الدوله مشروع وهو في الانجاز حاليا. بين هذا وذاك، جزء من حل هذا المشكل يكمن في تضافر جهود عدة هيئات إدارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سهل العبادلة المعروف وطنياً. في لقاء جمعهما اليوم، اتفق وزير الموارد المائية ووزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة حول التعاون وتعزيز التنسيق بين الوزارتين بهدف إعداد برنامج لتحسين الخدمة العمومية التي يضمنها القطاعان. أشرفت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو على افتتاح اللقاء الجهوي لمديرية النشاط الاجتماعي لولايات الجنوب والوسط. في جلسة مغلقة أعطت فيها الوزيرة تعليمات تخص التسيير والتكفل بالفئات الهشة والتركيز على مناطق الظل والمناطق المعزولة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. أنكم مدعوون إلى تقديم تقاريركم الدورية حول عمليات التنفيذ الفوري للبرامج والتراتيب وتقييمها بعد دراسة الخدمة المقدمة، والتي تستدعي الوقوف على مواطن العجز وتغيير الأنماط الاعتيادية في التسيير. في الذاكرة التاريخية، أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني بورقلة على إحياء ذكرى مظاهرة 27 فبراير من عام 62، حيث أعلن العمل على اعتماد الذكرى يوما وطنيا. وبالمناسبة زار الوزير المجاهد ريغي بالخير أحد رموز الانتفاضة. أعلمكم رسميا أن إجراءات تعديل النص التشريعي الخاص باعتماد الأيام الوطنية على مستوى الحكومة، وسيكون بحول الله تعالى يوم المظاهرات الشعبية بورقلة 27 فبراير 1962 يوما وطنيا. بمنتدى المجاهد نظمت جمعية مشعل الشهيد ندوة حول دسترة حماية الذاكرة وتنصيب المجلس الأعلى للذاكرة. المنتدى الذي جرى بمشاركة مجاهدين ومؤرخين ومختصين تطرق أيضا إلى مقترحات تجريم الاستعمار في الدستور الجديد وإدراج الذاكرة في المنظومة التربوية مع استحداث قناة تلفزيونية تعنى بالتاريخ. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس إثر عمليات بحث وتنشيط بمنطقة تغدى بلدية الأرباع بولاية باتنا بالناحية العسكرية الخامسة 3 مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة، بالإضافة إلى قنبلتين تقليديتي الصنع. فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بالعباس بالناحية العسكرية الثانية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بمعسكر تاجري مخدرات وضبطوا كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 309412 قرصا، ومبلغا ماليا قدر ب 100 مليون سنتيم. فيما أوقفوا خلال عمليات أخرى بسطيف بالناحية العسكرية الثانية تاجري مخدرات بحوزتهما 10 كيلوغرامات فاصل 2 من الكيفي المعالج.
وفي سياق آخر، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمرس بالناحية العسكرية السادسة مركبتين رباعيتي الدفع وثلاثة مولدات كهربائية وثلاثة مطارق ضغط وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن وتسعة أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى مخزني ذخيرة مملوئين. ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي صنع بسكيكدا بالناحية العسكرية الخامسة، في حين تم توقيف 36 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من جنات وتلمسان. بمناسبة انعقاد مجلس الإدارة للاتحاد البريدي العالمي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، تم اليوم التصويت على مقترح الجزائر المسجل ضمن جدول أعمال المجلس والمتعلق بتبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي. ويهدف المقترح لتأكيد على حق دولة فلسطين في إدخال بريدها الوارد دون قيود، لا سيما البريد المتراكم في المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على حق دولة فلسطين في تحصيل نفقتها الختامية المستحقة منذ عام 1995، واستمرار تقديم المساعدة والدعم لها من خلال تنفيذ المشاريع لتطوير البريد الفلسطيني وتنمية الموارد البشرية المختصة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 41 دولة مشكلة لمجلس الإدارة أيدت المقترح 18 دولة، في حين رفضته دولة واحدة وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وقد عرفت جلسة التصويت تقدم الدول الأعضاء التالية بمداخلات مؤيدة للمقترح، وهي تونس، المغرب، إيران، تركيا، السودان، باكستان، إندونيسيا والأردن. وفي الأخير، قام الوفد الفلسطيني بتقديم تشكراته للجزائر نظير هذا المقترح ولكل الدول التي صوتت لصالحه. بمخيمة اللاجئين الصحراويين بسمارة، أزيد من 450 عداء قدموا من حوالي 24 دولة شاركوا في سباق الماراثون في لفتة تعكس الدعم والنصرة للقضية الصحراوية. عمار تواجينا. بمشاركة أكثر من 450 عداء قادمين من 24 دولة إفريقية وأوروبية، انطلقت فعاليات صحراء ماراثون بولاية سمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين. هذه الطبعة 20 من تظاهر الصحراء ماراثون اللي تنظم سنويا مخيمات اللاجئين الصحراويين، اللي يشارك فيها العدائيين متضامنين من مختلف دول العالم. الطبعة هذه السنة حضر فيها أكثر من 450 عداء من 24 جنسية، وتجي أول محطة تضامنية كبرى ما بعد المؤتمر 15 للجبهة، اللي كانت مخرجات واضحة وكان من أهمها هو مراجعة التعاطي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بمخطط التسوية. وسجلت هذه التظاهرة مشاركة العديد من الرياضيين المساندين للقضية الصحراوية. هذه هي المشاركة الأولى لي وأول زيارة لمخيمة اللاجئين، حقيقة أعتقد أنها تجربة متميزة جدا. جئت من إشبيلية مشاركة تضامن مع سكان مخيمات اللاجئين الصحراوية. أليكس مشارك من روسيا، لم تكن المشاركة سهلة ولكن أبيت إلى أن أشارك من أجل إيصال رسالة الشعب الصحراوي. ويعد الماراثون إحدى المحطات التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. استقبل اليوم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، استقبلوا المشاركين الفائزين ضمن فعاليات المخيم الوطني للمؤسسات الناشئة ومسابقة الطفل المخترع والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للإبداع والابتكار بولاية المسيلة. هذه عينة من صفوة شباب الجزائر الواعد، صناع مستقبل وأمل الجزائر الجديدة التي لن تتوانى في مساعدتهم وتمكينهم من تحرير طاقاتهم خدمة لوطنهم. ويبقى الشباب إن شاء الله أهم ثروة تزخر بها الجزائر. هذا اليوم نشهد فيه ليس تكريم لهذه البراعم الجزائرية النابغة، ولكن اللبنة الأولى للجزائر الجديدة، جزائر المعرفة، حيث تثمن فيها الطاقات. وكما قال السيد الوزير، هي الطاقات التي تتجدد ولا تنتهي وتخلق طاقات أخرى.
إلى ولاية ورقلة الآن، حيث نظمت قيادة الناحية العسكرية الرابعة زيارة موجهة لوسائل الإعلام وأبوابا مفتوحة للجمهور، وذلك بهدف تعزيز رابطة جيش أمة وكذا إطلاع الجمهور على مختلف الأنشطة الرياضية العسكرية. فاطمة زهرة بن عرفة. قصد تقريب مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من المواطن، ارتأت قيادة الناحية العسكرية الرابعة بورقلة تنظيم زيارة موجهة لوسائل الإعلام وكذا أبواب مفتوحة للجمهور. هذه التظاهرة أشرف على افتتاحها العميد عمار زعيمي رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. إن هذه التظاهرة المنظمة اليوم تندرج ضمن سياسة الانفتاح على الجمهور التي تبنتها القيادة العليا منذ سنوات، وهي تهدف في الأساس إلى تدعيم الرابطة جيش أمة وتعكس الصورة الحقيقية للجيش الوطني الشعبي كمؤسسة جمهورية عصرية ومحترفة. الجمهور الحاضر استحسن هذه المبادرة التي مكنته من التعرف عن كثب على مختلف النشاطات الرياضية العسكرية. عجبنا بزاف الحركات، خصنا حركات كوكسول، واستفدنا بزاف حركات رياضية عسكرية. هذا النشاط الذي أشرف على افتتاحه العميد عمار زعيمي رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة بورقلة سيمكن الشباب من التعرف على أهمية الرياضة العسكرية في التحضير البدني الجيد للأفراد العسكريين. بادرت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين بلقاء حضره إعلاميون لمناقشة الوضعية السوسيومهنية للصحفيين. ختم هذه النشرة وهذا الآن تذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحظى باستقبال رسمي بالديوان الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين. ومحادثات ثنائية موسعة حول تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في عديد القضايا. رئيس الجمهورية يؤدي الصلاة في الروضة الشريفة بالحرم النبوي ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وزير الصحة يؤكد استقرار الحالة الصحية للرعية الإيطالية المصاب بفيروس كورونا، ورقم أخضر 30-30 للإجابة عن استفسارات المواطنين. انطلاق فعاليات البرايم الأول للبرنامج التربوي بين الثانويات سهرة اليوم تعزيزا للتنافسية العلمية وترقية لمعارف التلاميذ. عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا على المتابعة، في أمان الله.